الموقف واضح، لا أريد أن أكرر هذا الموضوع في كل مرة. كيليان إذا ما أراد أن يبقى، نحن نريده أن يبقى، ولكن بالتأكيد يجب تصحيح عقد جديد. توقيع عقد جديد أو الرحيل، هكذا شدد رئيس باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي لهجته حيال نجم الفريق كيليان مبابي، حيث خيره بين تجديد عقده عاما إضافيا أو الرحيل عن صفوف النادي. فما قصة مبابي مع النادي الفرنسي؟ كيليان مبابي البالغ من العمر 24 عاما انضم إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من موناكو في غشت عام 2017، لتتحول الإعارة إلى صفقة دائمة بقيمة 180 مليون دولار. كان المهاجم الفرنسي قد أعلن عن نيته الانتقال إلى النادي الملكي ريال مدريد صيف 2021، لكنه فاجأ الجميع بتوقيع تمديد لعقده لمدة موسمين زائد موسم إضافي في ماي 2022 للبقاء في النادي الفرنسي، ليصبح مبابي مرتبطا عندئذ بعقد مع النادي الفرنسي المملوك قطريا حتى 2024. وفي أعقاب تسليمه جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي خلال الشهر الماضي، كان قد أعلن كيليان مواصلة اللعب في صفوف نادي العاصمة الفرنسية في الموسم المقبل قائلا: أنا سعيد، أنا هنا، لدي عقد سأحترمه وسأبقى هنا في الموسم المقبل. ما يعني عدم تفعيل خيار التمديد ما بعد 2024، وهو ما جعل فريقه تحت ضغط كبير بعد إعلان عدم تجديده العقد في عام 2024، لتجد إدارة باريس سان جيرمان نفسها بين مطرقة بيعه الآن والحصول على عائد موجز أو سندان إبقائه للموسم الإضافي والتخلي عنه مجانا للمتربصين على رأسهم ريال مدريد في عام 2024. فكليان من المهيمنين على قائمة اللاعبين لسوق الانتقالات، حيث تهتم العديد من الأندية في الحصول على خدماته، وخاصة ريال مدريد الإسباني، حيث كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أنه لا وجود لمفاوضات حالية بين ريال مدريد مع النجم الفرنسي مبابي. كما أكدت الصحيفة الإسبانية أن الملكية لا يدرس التعاقد مع مبابي هذا الصيف، وأنه لم يعد مطروحا على جدول أعمالها في الوقت الراهن، وذلك بسبب سعره الفلكي والمرتفع جدا، وهو ما لا يوافق حسابات النادي الملكي، إذ إن عملية التعاقد مع مبابي فضلا عن الأجور والحوافز وتكلفة وكيل الأعمال ستكلف الفريق نحو 400 مليون يورو، ما جعل النادي الإسباني يفضل الانتظار حتى التوقيع معه مجانا في الصيف المقبل. وهي استراتيجية تبين مدى إدراك العملاق الأوروبي أن التأخير في قضية مبابي هذا الصيف ستخفض من سعره نظرا لاقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات في بداية شهر سبتمبر القادم. ولا يزال مسلسل الصراع بين باريس سان جيرمان ومبابي متواصلا، وذلك عقب تصريحات أدلى بها النجم الفرنسي مبابي لمجلة فرانس فوتبول، قال فيها إن نادي باريس سان جيرمان يعرف انقساما، وهو ما يؤثر على اللاعبين، محملا الناس في الأعلى مسؤولية عدم إحراز لقب دوري أبطال أوروبا، معترفا أن اللعب في الفريق الباريسي وفي الدوري الفرنسي لن يساعده في الفوز بالكرة الذهبية رغم كونه أفضل لاعب في العالم. فهل بلوغ السيل الزوبا عند مبابي مع النادي الباريسي هو ما أشعل فتيل الحرب بينهما؟